شاركت مملكه البحرين في الاجتماع الاول لحوار الامن الاقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي والذي عقد بمقر الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالرياض. هذا وجاء الاجتماع تنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي المشترك في دورته السابعه والعشرين في اكتوبر الماضي بمسقط. وجرى خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون الاستراتيجي بين الجانبين الخليجي والاوروبي في مجال الامن الاقليمي. ومكافحة الإرهاب وتمويله، والفكر المتطرف والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأمن البحري والسيبراني. كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والإمدادات الغذائية العالمية، ومنع الإنتشار النووي والتأهب لمواجهة الكوارث وإدارة الطوارئ، إلى جانب متابعة الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا. واكد وفد مملكه البحرين الحرص على تعزيز التكامل الخليجي في الشؤون السياسيه والامنيه والدفاعيه وتوطيد الشراكه الاستراتيجيه مع الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي في تسويه النزاعات الاقليميه والدوليه بالطرق السلميه